ما نعيش صراحة، الله مالك الحال. هين قابل نتيم الدواء صار ولا مغسل نظف الله من هذا اي حاجه كان عملها من حيت انا صار ما نقدرش نحيد انا كيبقى يغوتو كيبقى عصو. الاولاد هادو حطهم الله سبحانه وتعالى، رزقنا الله سبحانه وتعالى، يعني ما خلينا بهم الطبيب، ما خلينا بهم فيما مشينا. يقول لك الطبيب يعني العول هادو اعاقيين، يعني عندهم الم في الراس كيحتاجهم بعد الادويه، مصاريف يعني باش نشرو ديك الدواء، يعني ما كاينش المصاريف اللي تخاوي. احنا ما عندناش يعني باش نكافيو هاد الاولاد هادو، الحمد لله والشكر لله، وكنشكر ربي على هاد النعمه هادي. العواول بعد بيك تقيل باش يعبيب ولا يبشيب ولا يجيب بواس. ما خدمتنا شي قد ما تبنوا يمشي وما تغطوها شي، احنا في الرحمة الله واحنا ننطلوا الله وسيد الحبايب يشوفوا فينا الله تعالى وبركة يبارك فيكم. الله يجعل فيكم البركة، ما يحضر البركة فيكم.